Welcome to a new vlog. اليوم يوم الخميس يعني ويكند، بس للأسف إني أنا ما أحس بالويكند لأن أنا أصلاً أوف الخميس، فيعني الويكند حقي يبدأ من الأربعاء، فما أدري أحس إني غير عن الناس. Anyway بعد شوي راح نروح ناخذ قهوة، مو بعد شوي أكشن الحين قاعدة أنتظر أختي، بس إنه يعني قهوة الخميس وزي كذا. برضو راح نروح سوبر ماركت لأن بالليل ناويين نشوي بالحوش وزي كذا، لأن اليوم الجو مرة يجنن كذا، الشمس مع برد ما أدري كيف، فأحس بالليل راح يكون أبرد وأحس وقتها يعني من جد. فراح نروح نشتري الأغراض اللي ناقصتنا حق الشوي زي كذا. فجأة قررت اني اصور، حسيت اني فاضي ذا الويكند فقلت ليش لا ما نصور فيديو. ايش رايكم فيني وانا انزل لكم كل اسبوع؟ هذا شيء مره غريب بالنسبه لي، بس ان شاء الله استمر زي كذا. ما عندي شيء اسويه من جد، من يوم صحيت ما عندي شيء اسويه، ما سويت شيء حرفيا. قمت فطرت شفت مسلسلين ذاتس ات، بس اني ناويه اذا رجعنا من الكافي والسوبر ماركت اتمرن. الزبده ايش رايكم في حبايتي الجديده؟ اول مره البسها، احس كانها كوت كذا، شوفوا يعني هذا يجي منها القطعة عشان ما تنفتح، إذا انفتحت ما عرفتوا فهمتوا قصدي، عشان حتى لو انفتحت ما تنفتح كلها كذا تصير ستارة. هنا حبيت الأب مرة، أول مرة أشتري عبا زي كذا. anyway تكلمنا عن كل شيء ولا جت أختي، هل أكلمها؟ راح أكلمها لأني طفشانة، يا رب ما تجيب العيد عشان أقدر أعرض لكم ذي المكالمة. وينك؟ طبعا هي رايحة النادي، تخيلوا ان للحين ما طلعت من النادي، انا لابسة من قبل 10 دقايق. اف زبدة اذا جت راح اسوي لكم ابديت. باي فور ناو. سو جايز طلعنا واخيرا، تخيلوا ان الساعة 3 جت، بس اهم شيء طلعنا. سو جايز خلصنا اكل، هذه قهوتنا، والحين بنروح هنا هذا المجمع لانه في سوبر ماركت ونشوف اذا نبي شيء مدري ايش. بنروح سوبر ماركت زي ما قلت لكم نشتري اغراض اللي ناقصتنا حق الشوي. هنا راح اروح بعد شوي، الجو مره يجنن مره حلو. So guys وصلنا المجمع، ما عندنا اي سالفة يعني احنا بس مواكت، بس راح نتمشى، راح نروح جندم الحين ونشوف اذا في شيء ولا شيء. guys شوفوا ذول حق الشتاء مرة حلوين، انا احس باخذ البيج. اتذكر للاسف ولا شرحتي هذا البيج اللي اقول لكم عنه مرة حلو guys. هذا اكس سمول، اكسان يكفي، انا بي سمول، احس اكس سمول مو سمول. سو جايز تخيلوا ما لقيت مقاسي كلها في اكس 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 سمول لانه مخلص. جايز هذا بعد مره حلو، شوف جايز مره يجنن هذا، بس لما تفكرون فيها احسه حق ثلج، فاشتريه احس على الفاضي. الاسود مو حلو، هذا اللون احلى مره يجنن. شوفوا جايز لقيت هنا نفس الجاكيتات اللي قبل شوي لكنهم طويل، احسهم مره حلوين حق الشتاء. فقدت واحد اسود لانه ما عندي، واختي خذت البيج عشان نقدر نلبسهم مع بعض. احس مره حلو، اذا رجعت البيت بوريكم كيف على اللبس، مره يجنن. في ابيض بعد مره كيوت. على اساس انه بس نطلع نتقهوى اخر شيء، مليون كيس. واو أجدد، ده غريب.
احس جايز لقيت كيمتشي. جايز لقيت كيمتشي اخيرا، من متى ادوره واخيرا جابوه. Hey guys, we're back at home. رجعت البيت، بوريكم على السريع ايش شرينا. طبعا احنا على اساس من جد رايحين بس نتقهوى، فجأة دخلنا انشندن طلعنا بثلاث اكياس. شوفوا I don't know اذا مبين ولا لا. The first thing شريت هذا الجاكيت، يعني جاكيتين، واحد لواحد حق اختي، بوريكم اياهم فينهم. مرة كنت ابي حق الشتاء وشفته الزبدة، فشريت انا واختي لانه كان عليهم عرض، فهي شريت واحد وانا شريت واحد. هذا مرة حلو، شوفوا احس هذا الجاكيت لازم احس يكون معي بالشتاء، ما ادري كذا اول مرة اشتريه ترى، بس احسه حلو. خلوني البسه واوريكم. امانة شوفوا على اللبس كيف يجنن يجنن جايز. طبعا اكيد مو مع ذي البلوزة، بس يعني مرة يجنن، مرة حلو ويدفي، من جد يدفي، مرة حبيته. يجي بدون كاب، يعني بدون كبوس، مرة كيوت. جاي سوي سكيب حق الحوس اللي ورا. اليوم زي ما قلت لكم ما سويت شيء بالغرفة ولا رتبت ولا شيء، فهذا أول شيء مرة موفق. طيب ثاني شيء شريت زي ما قلت لكم، أختي شرت نفس الجاكيت بس لون ثاني، برضه راح أوريكم إياه. طيب هذا الجاكيت الثاني نفسه بالضبط بس لونه بيج، أحس الأسود عجبني أكثر، ما أدري، بس ستيل يعني أقدر ألبسه لأن سيسترز، يعني أقدر ألبس الاثنين، بس أحس الأسود مرة أحلى، ما أدري. طيب وشريت برضو بلوزة شفتها وعجبتني، حسيت حلوة حق الجامعة. I'll show you اللي هي هذه البلوزة، حسيتها حلوة، ما أدري، تعرفون إن هذا ذوق، يعني أحس شوفوا شوفوها كيف على اللبس، مرة حلوة واللون مرة حلو. طالعة شوي غبية لأن لابسة تحتها تيشيرت، أحس مو حلو تحتها شيء، بس تجنن. أحب لما شفتوا الأبة تكون زي كذا كذا طويلة، مرة أحب، مرة تجنن حق الدوام، كيوت. بس والله قاعد هذا كل اللي شريته، وشرينا أغراض البقالة زي ما قلت لكم، أغراض نحتاجها حق الشوي، فالحين بعد شوي راح شغل نار وزي كذا وراح نشوي. Let's go. Everywhere on TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with that someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. Not like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. I dream of December nights, kissing under bright lights, snowflakes in my head, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I'm missing is you. Stockings on fireplace. So guys صباح الخير، good morning. الساعة 10:26، صحيت مرة بدري مع اني امس نمت متأخر، زي ما شفتوا امس شوينا وزي كذا وشفنا فيلم فنمت متأخر يمكن حول 3. احس اني ما شبعت نوم من جد، بس ما ادري ليش قعدت، لانه يمكن لاني متعودة كل يوم اقعد نفس الشيء. سكيب صوتي لانه احس ماني قادرة ارفع اكثر من كذا، وهو اصلا توني قاعدة من النوم فيعني خايس. امس مرة ثلجنا واليوم برضو عز برد، يعني وش لابسة يكفيكم. anyway اليوم خطتنا، اول شيء راح اشرب قهوتي، راح اقوم بعد شوي اجهز لانه راح نطلع نروح الخبر، راح نروح مطعم سوشي مرة من زمان نبغى نروح له، من يوم العيد تخيلوا، واحنا نقول لازم نروح له لازم نروح له ولا تضبط.
نروح مطعم مثلا ما يكون سوشي او نروح مكان ثاني او نقول كذا يعني عرفتوا. صدقنا ما ادري وش اسم المطعم، بطلع لكم اياه الحين دقيقه. هذا هو المطعم اسمه توكوزو، هو ياباني وايجن، هو بالخبر سيتي ووك، فراح نروح الخبر سيتي ووك راح ناكل. مشكلة دول فاطرين فيعني احس كيف على طول نروح نتغدى، بس احس انه بنجوع. بس اني احس السوشي ترى وجبه خفيفه يعني ما يكون مره ثقيل زي مثلا عيش او مكرونه او كذا عرفتوا اللي وجبه دسمه، فاحس عادي يعني تاكلون اي وقت الصدق. فذاتس ات، اشوفكم لما اجي اجهز. باي. سو جايز خلصت، حطيت ميك اب خفيف مره ولبست اي شيء الصدق، لان كنت متوقع انه راح يكون برد بس طلع حر. فلبست تيشيرت وراح اخذ معي ما ادري اذا تشوفونه بس جاكيت او هودي عشان البسه اذا صار برد بالليل. واحس اني جهزت خلاص، احس محتاره بدول الاثنين، هل البس ذا ولا ذا. وهذه الشنطه اللي راح اخذها. سو جايز هذا كل لوك مع العبايه مع الشوز، غيرت لهذا لان هذا كان حسيت كذا مره اسود ومع اسود عرفتوا ما ادري شلون. شوفوا مع الشنطه مره حلو حبيت. وهذا اللي قلت لكم اني باخذه، هذا الجاكيت بيصير كذا. جايز ركبنا السيارة الحين الساعة 2:10 يعني ما تأخرنا كثير صدق. أحس إني جلت شوي مع إني فاطر الساعة 11 بس مو 11 10 فاطر الساعة 10 زي ما شفتوا. بس أحس إني جلت لأني قاعد أجهز وكذا، ساعتين قاعد أطلع لي ملابس وأشيل تيشيرت لأنه مرة حر. اكتشفت فتحت الباب اكتشفت إنه مرة حر، مو حر اللي حر لأنه يعني مو صيف بس مو حقنا تلبسون يعني شيء ثقيل عرفتوا. فلبست تيشيرت اليوم 1 ديسمبر، فأحس كذا بايز ما أدري، أحس مرة أحب شهر ديسمبر. واليوم الكامباك حق 80s، ما لكم شغل بس قلت أقول يعني كذا. اليوم الكامباك حقهم والأغنية جنن 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 جنن. I'm happy for them من جد، crazy for them. جايز هذا المطعم اللي راح ناكل فيه. ما عندي سالفة بس حبيت اقول. Thank you.